كل فكر داعشي وإرهابي نضربه ضرب الفشق والمشوق، ما نساوم هالخطب إيجابي ولا نضيع المنبر المتكور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم الجميل الذي يحتفي به العالم أجمع، ذكرى 86 بمرور اليوم الوطني لتأسيس المملكة العربية السعودية، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد والشعب السعودي كافة. نسأل الله أن يديم أمن واستقرار هذه الدولة وأن يديم هذا الحب وهذا الإخاء وهذا التجمع تحت ظل خادم الحرمين الشريفين. أود أن أعبر بفرحتي بهذه المناسبة بأبيات أخص بها شبكة الفارس الذي دائما نسعد بتواجدها في جميع المحافل الاجتماعية والرسمية والوطنية. فقول للوطن عز ومهابه وحب ما يضاها مثل مال النفس والوالدين، وللحمولة البلاد اللي حضنتنا وربينا في رباها مهتنين في رغدها بمن ربي وحوله، قاعها عزه وللمجد تسمو في سماها والمواقيف التسيد لها في كل جولة. أشهد أن الله بفضل الحرمين اصطفاها وقبلة للمسلمين بكتاب الله وقوله، دارن اللي عامره حي من هذا نباها دولة بين الدول بس ما هي بي دولة، وحدت صف العرب نظرة مبعد مداها وسست للمسلمين التحالف وانتموا له قادة الإسلام للعز والوالي رعاها، واصبحت نجما بكبد السماوات بنزوله، يسعد الله صبح دار الشريعة مع مساها ويحفظ الله حاكم كل ما يبغى يطوله ويحفظ الله حاكم كل ما يبغى يطوله. وسلامتكم جميع، أخوكم الشاعر محمد بن يحيى الحريب سفير يام رئيس اتحاد الخليج الثقافي.